نعم، يبدو أن مسلسل الاغتيال عاد من جديد إلى الواجهة في العراق في بغداد ومحافظة البصرة، يعني بعد أن فجع الوسط الصحفي بالزميل أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، وبعدها بهشام الهاشمي اليوم تحسين الشحماني واحد من أبرز قيادي الاحتجاجات في محافظة البصرة يسقط شهيدا على أيدي ثلة لا يعرفها أي شخص، أجندات خارجية تتجه وراء هذه الاغتيالات. في الأمس كان هناك صدمة كبيرة لدى محتجي محافظة البصرة والبصرة بالعموم بعد دخول مسلحين مجهولين على شركة اتصالات يكمن فيها الشهيد تحسين الشحماني وأرده قتيلا. بالتالي فإن الأصداء في محافظة البصرة حاليا هنالك احتجاجات عارمة في شوارع البصرة ردا على هذه السياسات من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجة عن القانون، فيما طالب المحتجون محافظ البصرة أسعد العيداني بالتحقق من هذه الجريمة البشعة والقصاص من القاتلين في أقرب وقت ممكن. وبالتالي فإن مشهد التظاهرات بعد اغتيال كل شخص في العراق يعود من جديد إلى الواجهة ويطالبون بالقصاص من القاتلين وأيضا محاكمة قتلة المتظاهرين. هذا هما مطلبين رئيسيين في كل ثورة وفي كل احتجاج طيب معتز، يطرحه يعني الناشطون. بحسب متابعتنا منذ فترة الاغتيال، هؤلاء الناشطين كلها تسجل ضد مجهولين أو ثلة خارجة عن القانون، أو يعني تتقيد بأجندات خارجية، ولكن هذه الاغتيالات تتم في وضح النهار وأمام جموع. يعني هل هذه التحقيقات الحكومية لم تأتي أكلها، أم أن فعلا هذه الأجندات الخارجية تمنع حتى أجهزة الحكومة من الكشف عن المتورطين؟ نعم، يبدو أن التدخلات الخارجية تمنع الحكومة عن الكشف عن المتورطين على اعتبار هنالك تدخلات خارجية حتى في البرلمان العراقي، حتى في الأحزاب السياسية العراقية، وبالتالي فإن الكشف عن هؤلاء المجرمين سوف يؤدي إلى زوال هؤلاء الأحزاب، زوال البرلمان العراقي. بالتالي فإن هذه الجهات الخارجة عن القانون هي مدعومة قانونيا في البرلمان العراقي، وبالتالي الشعب العراقي الجميع يعرف أن هذه الأجندات الخارجية التابعة لدول الجوار أنها مدعومة في البرلمان العراقي، ولولا تنفيذها في القانون لكانت لولا تمثيلها في البرلمان العراقي وهناك أشخاص يقفون وراءها في البرلمان العراقي لا يوجد اليوم مثل الحالات. لكن للأسف الشديد يبدو أن هذه الأحزاب والميليشيات الخارجة عن القانون لها تمثيل في البرلمان العراقي طيب كيف الحكومة تبدو العراقية. لا تحركات الكاظمي معتز الذي تعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين وقتلة الناشطين؟ يعني سيد مصطفى الكاظمي يسير بخطى ثابتة لكن قليلة جدا، بالتالي لا يستطيع أن يحشد كل البرلمان العراقي ضده، ولا كل السياسات الخارجية ضده، ولا كل الأحزاب السياسية ضده، على اعتبار أنه يمشي في خطوات ثابتة لكن قليلة. بالأمس قال أن قانون الانتخابات سوف يكون قريبا وحدد موعد للانتخابات، وأيضا التقى بثوار تشرين وعد المتوفون في ثورة تشرين من ذوي الشهداء والتقى بهم، كذلك أعطاهم الحقوق الكاملة يعني في معتز هذه يعني معتز ما الخطوات. تريد إيصاله هو بأن دعوات الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة هي لتحرير القيود المفروضة عليه في محاسبة قتلة المتظاهرين. وضحت الفكرة مراسلنا معتز أيوب، أن أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من بغداد.